يكي هي أول منصة رقمية معاملاتية موجهة للقطاع العقار في المغرب، وكتجي ياكي كشباك الوحيد غيشي اونيك وان ستوب شوب. الهدف ديالو هو يعالج مجموعة من المشاكل كيعاني منها العقار والبيع والشراء في المغرب، والهدف ديالو هو باش يرد هاد المعاملة في العقار اكثر سلاسة، اكثر ثقة، اكثر راحة البال، اكثر مال، وقل ضغط ان شاء الله.